الذي أثار الفتنة. أنا المشروع المفروض مقع قبل 20 يوم. مشروع أوقع قبل 20 يوم. فتفاجأت النائب الأول قال انتظرني 5 أيام يلا وقع. هسه الكل وقعوا ما عدا النائب الأول. هسه موقع النائب دقيق. الكل وقعوا بقى الملف أمام النائب الأول. أنا تعرف محافظ. يكملون أنا صادق. بقى النائب الأول 5 أيام. وين؟ في بغداد. وين؟ عنده فاتحة. وين؟ مريض. وين؟ كذا. أنا حتى أحكيها بكل صراحة، تفاوض مع الشركات الثلاثة المرشحة ولدينا دليل قاطع. اتصل بالشركة الأولى. طبعا حق الرد مكفول. نعم حق الرد مكفول وعندي الدليل ومصور ويعترفون به. التقى واتصل اللي ويا حاشية موجودين وأرقامه موجودة. جبت أبو الشركة كل واحد الآن ياخذ عمل. هذا كتاب الله أمامك انظروا النظروا. هذا كتاب الله. أي واحد ياخذ عمل من أبناء المحافظة يضع وين؟ يده على كتاب الله أنه لا أعطيت لأحد ولا سوف أعطي لأحد. أي واحد ياخذ مشروع يعني عندي طريقة يقسم بكتاب الله. سألت سؤال أبو الشركة قال سعد أنا حلفت بكلام الله لكن جماعة النائب الأول يتصلون بي وين أنت وين نجيك وين نقعد وين نمشي عندنا شغل وياك ترى شركتك مزينة ترى أطلع عليك مظاهرات أطلع عليك كذا. طلع فعلا طلع مظاهرات. طبعا هو اللي طلع المظاهرة. الكلام اللي يتحدث به ترى كلام خطير. نعم النائب الأول طلع مظاهرات وهنا موجودين أعضاء مجلس المحافظة قبل 10 أيام سيد أحمد مرزوقي سيد طالب الشيخ عادل موجودين. قال لك ليش ما توقع هاي الرميثل ليش ما توقع؟ قلت أتوقع لو أعلن رسميا أمام أهل الرميثل أنت اللي سبب في فشل مشروع الرميثل. إذا قضية انتخابية أنا ما أفشل قضية انتخابية لأنه أنا مو شغلتي قضية انتخابية قضية إنسانية. والدليل أنا عمل في الرميثل بماكو في وقتها 1,000,000 ما موجود في المحافظة. فأجبروا أعضاء المجلس قم وقع هذه الرميثة. وحتى كان صوت أستاذ أحمد مرزوق قال هذا ما يسمح لك أنت خارج القانون أنت خليت بالقانون. فبعدها الضغط مواني اللي وقعته وقعها وداها هذه توقيعة وراها يقول لا يقول هاي شركة متلكية. يتصل بالناء بأبو العقود أنا في بغداد هذا المشروع اللي حاله قلنا عليه مشروع الحالة موجود. اتصل في بغداد اتصل بي أنا في بغداد مسافر تعرف غياب المحافظ يحل محله نائب له. اتصل بابو العقود قال له أجلها نهايتها يوم الخميس تسليم العطاءات تسليم العطاءات يوم الخميس. يتصل النائب الأول بمدير العقود والمعاون الفني يقول له خلوها للأحد. قال ما يصير قانونيا آخر يوم غلق غلق الصندوق الساعة 12 الظهر يوم الخميس. قال أجلها ماك شغل المحافظ علي. ليش؟ قال عندي شركات ثلاثة جاية من بغداد يوم. ممكن تكون رصينة شركة. ليش ما إحنا ما إحنا قانون نمشي به. أكو آخر يوم لتقديم العطاءات. خب ما أنتاني أنتاني النائب الأول جاي بثلاث الشركات. قال قانوني ما أدري إيش حتى حكي كان حكي خشن مع النائب المعاون الفني سعد علي. وصل لي للغرفة يقول لي سعد علي أنت مو كيفك إحنا عندنا شركات إحنا نقدر نشتغل إحنا هو عنده شركات يقدر يشتغل. لعد أنت ليش ما قلت إن عندك شركات في البداية حتى نقول له رويت أستاذ سامي عنده شركات زينة ويشتغل. الآن بقى بتشهير بالشركة أو الشركة يعاني حلفت بكلام الله أو الشركة. قلت له تمنطي فلوس قال لا والله هذا كلام الله منطبت شيء. المهم قال بس أنا حالة واحدة الآن حلفت فيه كلام الله. مكتبه يتصلون هو يتصل يتصلون للتفاوض لأخذ المبالغ. فأنا سعد أنت حلفتني نعم أنت حلفتني بكلام الله يا محافظ هذا اللي عندي.